مهم. اهلا اهلا اهلا. انا جيت زي ما وعدتك. وانا عند وعدي. اتفضلي استراحي. ملش لزوم. ملش لزوم ازاي بقى؟ انت خلاص بقيتي زبونه المحل. اتفضلي اتفضلي. شكرا. احنا اصلنا اللي اشترينا مره ما نبعوش ابدا. شبي يبقى حاجه ساقعه. حاجه ساقعه بسرعه يا واد، يا صرف بسرعه. حاضر حاجة. حاضر حاجة. ما قلتليش اخبار التشكيله ايه؟ عندي تشكيله شنط لسه واصلاني من بره طازه. لو لفيتي السوق كله مش هتلاقي حته واحده منها. هو انت بتستورد؟ انا بستورد وبصنع شغلي بنفسي، وكل فوله ولها كيان. واضح انك تاجر شاطر قوي. انا بحب المكسب موت، وما اكرهش في حياتي قد الخساره. على فكره تشكيله الشنط دي فيها شنط سواريه هتعجبك قوي قوي، كل شنطه بجزمتها. سواريه؟ هروح بيهم فين؟ ده انا بنام من المغرب. وليه بدري كده؟ اعمل ايه؟ ما انا بشتغل سكرتيره في شركه استثماري، ولازم اكون على مكتبي من بدري. يعني مفيش خروجه كده ولا كده يوم الاجازه مع الافندي جوزك؟ اصل انا متطلقه. اسف اذا كنت يعني ضايقتك. لا مفيش حاجه، هي المشكله مش في الطلاق، المشكله في الوحده بتوجع. عندك حق، بس احب اقول لك ان في متجوزين موحودين اكتر من المطلقين، كلنا تعبانين. اسمعي يا حاج. اتفضلي. احنا نسينا الشنط وعمالين نتكلم في حاجات تانية خالص. فعلا اول ما اتقابلنا كل واحد صرح بهمومه للتاني. مش شايف انها غريبه شويه؟ ولا غريبه ولا حاجه، الظاهر القلوب عند بعضها. ده اكيد يا حاج. بقول لك ايه، انت مش جعانه؟ اشمعنى؟ انت بعد ما تتفرجي على تشكيله الشرط اعزمك على العشاء في مكان حلو قوي. انا مش بتاعه عزومات، وما بخرجش مع حد ما اعرفوش. انا اسفه، اهلي علموني كده. لا عداكي العيب، ده عداكي وازح كمان. انا اصلا تخيلت ان احنا ممكن نفضفض لبعض، اصل حسيت ان انت ممكن تسمعيني فاطمئنت في الطلب ده. متشكره على الثقه دي، بس انا اسفه مش حاضر. براحتك يا ثروت. انا حد فرج الهانم على تشكيله الشنط عشان تنقي براحتها. عينيا يا حد. عن اذنك. اتفضلي. الو. ايوه يا مسيد خير، في ايه؟ امي يا نهار اسود. مالها الوالده كف الله الشر؟ وقع على الارض وقطع النفس. طب استنى انا جاي معاك اوصلك. لا شكرا انا هاخد تاكسي. استني بس، تاكسي ايه؟ العربيه موجوده والناس لبعضيها. هيا دودي، ايه رايك في الموبايل ده؟ لذيذ يعني. ايه رايك ناخده هديه لشيرين؟ بكام ده لو سمحت؟ 1500 جنيه فقط. ايه يا عم ده غالي قوي. اصله موديل جديد. بقول لك ايه، سيبك منه وتعالي نجيب لها حاجه ارخص شويه. ما ينفعش يا حبيبي، لسه جايبه لي ساعه غاليه جدا في عيد ميلادي، يرضيك يعني ان شكلي يطلع وحش قدام الشله؟ طب خلاص خلصيني بقى، لو عاجبك ادفعي فلوس وخلينا نمشي من هنا. ما هو اصل اصل ايه؟ اصل انا ما معيش غير 150 جنيه بس. 150 جنيه؟ ده انت تجيبي لها توكه بقى على كده، ولما انت كحيانه وعدمانه كده بتبص الهدايا غاليه ليه؟ الحق عليا اني قلت لك، مش انت خطيبي؟ وجوز المستقبل كمان. قصدك ايه يعني؟ قصدي ان انت تسلفني بقيه المبلغ. اسلفك منين؟ ما المرتب على ايدك كله خلص في خروجاتك العبيطه اللي ملهاش اي معنى. ما انا مش قصدي على المرتب. امال قصدك على ايه؟ مش باباك لسه مديك جزء من فلوس توضيب الشقه؟ ايوه بس دي فلوس توضيب الشقه، عايزاني اصرفها هدايا على اصحابك؟ عشان خاطري يا دودي. لا ما كانش ينعز، الفلوس كلها اتصرفت اصلا. اتصرفت امتى بقى وانت لسه واخدها اول امبارح؟ عديت بالليل على الشقه، حسبت النقاش وحسبت النجار ونزلت اشتريت وشوش كهرباء. خلاص اديني كارت الفيزا اشتري بيه. يعني انت عايزاني استلف بالفايز عشان اصرف على فشخرتك؟ طيب بص، انا عيد ميلادي الشهر الجاي. عايزاني اجيب لك هديه عيد ميلادك من دلوقتي ولا ايه؟ لا مش قصدي، قصدي ان انا متنازله عن هديه عيد ميلادي قصاد ان انت تديني اجيب هديه شيرين صاحبتي. ها بقى قلت ايه؟ قلت لا اله الا الله محمد رسول الله، كلمه كمان واحس ان انت راجل بخيل، وانا بقى بصراحه ما بحبش الراجل البخيل. في موبايلات صيني هناك بخطين، ايه رايك نجيب لها موبايل صيني؟ سعد هو ده. دي زفت الفيزا هي. ميرسي يا دودي. بلا دودي بلا زفت. يا حبيبي ربنا يخليك ليا يا رب. يا ما تسيبنيش يا بعض من البيت. حرام عليك يا بدر لوحدي.
طمني يا نعمه، والدتك هتبقى بخير ان شاء الله. يا رب. الدكتور كشف عليها وعملوا لها الاسعافات اللازمه. بينا احنا نحصلها على المستشفى. يلا يلا. راحه فين انت؟ تعالي نحصلها بعربيتي. حاضر. طمنينا يا نعمه. مين الراجل ده؟ مش عرفني. يمكن يكون قريبهم ولا صاحبهم. هو انا شيخ حاره؟ انت بتبرطم في الكلام وتقول ايه يا ابن المتضايق؟ الله 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 الله، انت هتشطر عليا ولا ايه؟ ما تشطر على اللي خطف منك الموزه وكمان بتطول لسانك عليا. روح امك. نعمه دي بتاعتي بتاعتي ملكي، واللي هيعرف لها هرمي وشه بميه النار. قوم السكر وسيطرنا عليها. الحمد لله. اطمنوا، حالتها مستقره، كمان ساعه هننقلها من العنايه الاوضه عاديه. مين في كل هيبات مرافق معاها؟ هي مدام نعمه بنتها واكيد مش هتسيبها. خلاص، بس دوني اسمك قبل ما تباتي عند الممرضه اللي هناك دي. حاضر، متشكرين قوي. شكرينا، مع السلامه. ايوه بس من غير ما تبسبسي، لو كان على شغلك اتصلي بيوم وخدي اجازه. انا بقصد حساب المستشفى. طمني، حساب الدفع. مين دفعه؟ انا. طب ممكن اعرف كام؟ لا مش ممكن طبعا. الله، جراس نعمل الست والدتك دي زي ما تهمك تهمنا كلنا. بس ده كتير قوي يا حاج. والحمد لله خير ربنا كتير. الدين ده هيفضل في رقبتي وهسددهولك كل شهر من مرتبي. ماشي، اللي يريحك. بس المهم انا عاوزك بقى تخلي بالك من والدتك، عايزها تصحى تلاقيكي واقفه جنبها. انا مش عارفه من غيرك كنت هعمل ايه. ولا يهمك اي حاجه، طول ما انا جنبك ما تقلقيش من ايتها حاجه. ربنا يخليك يا حاج ويعلي مراكبك يا رب، ويرزقك ويحميك يا رب يا قادر يا كريم. انت فين يا هدى؟ انا هنا يا حبيبي اشتغل. طب بقول لك ايه، الجورنال ده مليان عربيات وفي حاجات حلوه قوي، بيتهيألي يعني اللي انا اخترته هيعجبك. بس قولي لي الاول، صيني ولا ياباني؟ صيني ده ايه؟ امال فين الالماني والامريكاني؟ الماني لا ايه، دي عربيات غاليه قوي، وبعدين انا يا دوب هبيع عربيتي والحاج هيزود لي على ثمنها. يا سيدي، هو مش قالك اختار العربيه اللي تعجبك وهو رقبته سدادك؟ او ما اختار انا بقى عربيه بمليون جنيه؟ صح، لازم الواحد يبقى حسيس برضه، ده لسه بيجهز سعد وخارج من جوازه نور. والله انت اللي عاقل زياده عن اللزوم. ما تشوف اخوك مختار راكب عربيه عامله ازاي. مختار ده تاجر، انما انا موظف وليا مرتبي. انت حر. يبقى هو الياباني، رفاهيه وكماليات واي حد ماشي في الشارع يصلحها. لا لا لا، الازمه جت بسرعه. هدى، بس خد نفس، خد نفس، بس هدى. ايوه اهو، افتح بقى يا حبيبي. مش ممكن، دي تالت مره تجيله الشهر ده. هو بياخد الدواء في مواعيده مظبوط؟ طبعا، بس الظاهر بقى الدواء ده مش نافع مع حساسيه الصدر. يبقى لازم بكره الصبح الدكتور يشوف. بس حبيبي خد نفسك، بس. يا الله، ركز في اللعب التمرين. العب يا برنس الليالي، احنا هنذاكر. صلي. ايوه، هتظبط. معاك. بص. وانا باص انا كمان. وانا باص. فول اس. يا ابن المحظوظة. لحظة بس، لحظة. محظوظة أوي الأستاذ سمير، محظوظة. كنترول. لا 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 يا مخ، جامد يا مخ. راجلك كبير كبير. عشت عليك. ازيك يا سموره؟ المختار حاسه ماشي قوي. الله اكبر، ده انا بتمرن لكم الصبح. واضح التمرين جيب فايده اهو، ودليل على كده انت لامم لحد دلوقتي اكتر من 5000 جنيه. 5500 في عينك. المهم يكون من لعب صح، مش من غش واحتيال. عيب عليك، اللي يغش ده واحد غشيم، انما اللعيب الصح هو اللي يكسب بالحلال. ضحكتني يا مختار. وحلال ايه ده بقى اللي يجي من القمار؟ حتى الغلط لازم يتعمل صح عشان مكسبه يكيف ويخيش في الدماغ. تصدق منطق برضه؟ يخرب بيت عقلك يا مخ، انا قربت اصدق. خد انت بايديك الطهره دي، مين الكيس تاني. بقول لك يا مختار. قول لي حبيبي. سلف اخوك بقى 2000 جنيه لغايه بكره عشان الحاله على الشنطه خالص. اذا كان كده ماشي، بس اكتب لي شيك ب 2500 جنيه. عايز تلف 500 جنيه في ليله واحده يا مختار؟ والشيك يكون بتاريخ النهارده. كمان يا مختار بتاريخ النهارده؟ الحاجه حواجه، وانا احب اطرق الحديد وهو سخن، وكيف الكيف يجيب له معلقه ذهب. ماشي يا عم المستغل.
واد يا سيدي 2500 جنيه وادي فلوسك حبيبي. انا ما باكلش حق حد. يلا كفايه عليكم بقى كده. ايه ما تقعد يا مختار، عادتك حلوه والله. عايز اروح وطعم المكسب في بقي. ماشي يا سيدي. سلام يا برنس. تعالى هنا، رايح فين؟ مش هتروح الا لما تعوض خسارتك كلها. يا جماعه في ايه؟ احنا اصحاب عيب كده. الله يا سموره. بقول لك ايه، اذا كنت تغفلت انا مش ههبل. مش هتروح الا على جثتي. يا جماعه مختار يا جدع، انت فين يا جدع؟ مختار يا جدع، صلح يد ولا لا؟ تعالى حط ترفع عليها مطوه، ترفع عليها مطوه. يلا ده انا مختار عبد الستار وهخرج على جثتك، والمطوه دي اخليها معايا تذكار. ماشي يا كتكوت؟ خلاص يا مخ خلاص. اوعى وصنفوا الناس اللي تلعبوا معاهم. بحبك وبموت فيكي. عارف انا في سر كنت مخبيه عليك. سر؟ سر ايه؟ اصل انا وزمايلي في الجامعه كنا معجبين بيك. بجد؟ بس انتي طبعا بقى اللي جبتي رجلي وكسبتي في الاخر. ها والله من ناحيه كسبت فانا كسبت، بس بصراحه انت كنت معيد جد قوي كده، وكنت تدخل المحاضره ومحدش يعرف يكلمك. يا حبيبتي ده اللي ظاهر من بره، انما الحقيقه بقى انا كنت معجب بيكي من اول مره شفتك فيها في المدرج. ايه ده؟ يعني انت اللي وقعتني مش انا اللي وقعتك؟ يا حبيبتي مش هتفرق، انا وقعك انت توقعيني مش هتفرق كتير. اهم حاجه بقى ان انا وانت نبقى مع بعض على طول. يا رب يا رؤوف نبقى مع بعض على طول. السلام عليكم يا حاجة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخرت قوي، قلقتني عليك. أصلهم يا ستي كانوا عاملين اجتماع مهم قوي في الغرفة التجارية وكان لازم أحضره. عشان كده بقى. على فكرة نورة كلمتني النهاردة وطمنتني عليها، هي وجوزها والحمد لله وصلوا بالسلامة. طب الحمد لله. أحضر لك تتعشى؟ لا أصل أنا لما لقيت الوقت اتأخر اتعشيت سندوتشات مع أعضاء الغرفة. طيب أنا بقى هطلع أنام أحسن، هل كان طول النهار. تصبح على خير. بنتي من أهل، ما كنت قعدت معايا شوية يا حاج. معلش يا أخويا ما تزعلش يمكن تكوني عايزه حاجه. انت لسه ما نمتش زيي يا حاج. مش جاني نوم، عمال افكر فيك. وانا كمان بفكر فيك. صحيح انت اي ست تعرفك لازم تفكر فيك وما تنساكش ابدا. اشمعنى؟ عشان انت طيب قوي وحنين، راجل من بتوع زمان، مش من الرجالة الورق بتوع اليومين دول. دمت لي ست ستات ونورت البلد كلهم. يا جماعة فيها مختار؟ مش عارف، بس بين الموضوع مهم. انت مش عارف هو عايزنا في ايه؟ العلم عند الله، هو قال لك معك وخلاص. الحمد لله على السلامة يا بهوات. الله يسلمك يا حاج. فيها يا حاج؟ قلقتنا يا حاج. لا ما تقلقوش من اي حاجه، ايه في الباب الساعه بتاع لعب. حاضر حاجة. انت وماما بخير يا بابا؟ طبعا الحمد لله احنا بخير وكل الامور تحت السيطره، بس هو زي ما تقولوا كده في موضوع شاغل بالي من فتره، واخيرا خدت فيه قرار ولقيت انه من حقكم عليا ان انا ابلغكم القرار ده. قرار ايه ده؟ أنا قررت أتجوز. أنت بتقول إيه يا حاج؟ عايز تتجوز؟ أتجوز. في حد عنده اعتراض؟ بس أنت مش شايف إن حضرتك يعني قربت على 70؟ وماله يا أخي؟ 70 70. ما دام الصحة بومب والحمد لله،
وبعدين احنا عيلة معمرة، انا ابويا لسه ميت من سنتين وكان تم 90 سنة. بعد الشر عليك يا بابا، ربنا يديك الصحة وطولة العمر. بس اشمعنى يعني فكرت في الموضوع ده دلوقتي؟ لا مش دلوقتي ولا حابب، هي الفكرة دي في دماغي من زمان، من وقت ما امكو جالها القلب وهي في عز شبابها. بس انا بقى سبورت واتحملت عشان انتوا ما تطلعوش تلاقوا ابوكم متجوز اتنين وتعيشوا مشتتين. انا كان كل همي ان اربيكوا كويس قوي واطمن عليكم، واهو الحمد لله اديني جوزت البنت الصغيره وانتوا بقيتوا رجاله، كل واحد فيكم عارف مستقبله فين. اظن بقى انا الاوان هشوف لنا كمان يومين، ولا ده مش حقيقي؟ طب وماما المسكينه دي ذنبها ايه؟ امك في عينيا الاثنين، فاهم يعني ايه؟ امك في عينيا الاثنين، واللي انا بعمله ده مش غلط، لا ده حقي بالشرع والقانون. بس انت كده بتهد العيله يا حاج. انا لا بهد ولا ببني، بلاش كلام كبير قوي يا حظابط، عيلة ليل هتفضل زي ما هي، انتوا هتفضلوا ولادي، امكم هتفضل مراتي، وهتفضل على ذمتي لاخر يوم في عمري. ايوه بس بصراحه يا حاج انت فاجئتنا واحنا مش عارفين نقول لك ايه. انا ما باخدش رايكم، فاهمين؟ انا ما باخدش رايكم، انا بس بديكم فكره، وطبعا الموضوع ده هيفضل سر بيني وبينكم، امكم ما تاخدش بيه خبر. شرعا لازم تقول لها وحقها توافق او ترفض. بالراحه عليا يا خوي، هقول لها بس في الوقت المناسب. لازم طبعا الاول امهد لها عشان قلبها الضعيف اللي انتوا عارفينه ده. طب وماما المسكينه دي ذنبها ايه؟ امك في عينيا الاثنين، فاهم يعني ايه؟ امك في عينيا الاثنين، واللي انا بعمله ده مش غلط، لا ده حقي بالشرع والقانون. بس انت كده بتهد العيله يا حاج. انا لا بهد ولا ببني، بلاش كلام كبير قوي يا حظابط، عيلة ليل هتفضل زي ما هي، انتوا هتفضلوا ولادي، امكم هتفضل مراتي، وهتفضل على ذمتي لاخر يوم في عمري. ايوه بس بصراحه يا حاج انت فاجئتنا واحنا مش عارفين نقول لك ايه. انا ما باخدش رايكم، فاهمين؟ انا ما باخدش رايكم، انا بس بديكم فكره، وطبعا الموضوع ده هيفضل سر بيني وبينكم، امكم ما تاخدش بيه خبر. شرعا لازم تقول لها وحقها توافق او ترفض. بالراحه عليا يا خوي، هقول لها بس في الوقت المناسب. لازم طبعا الاول امهد لها عشان قلبها الضعيف اللي انتوا عارفينه ده. بتقول ايه؟ عمي عبد الستار هيتجوز؟ شفتي المصيبه؟ وازاي يفكر في حاجه زي دي بعد العمر ده كله؟ مش عارف يا هدى، مش عارف، انا كل همي ماما. فعلا دي متعلقه بيه قوي، ده هو كل حاجه في حياتها. هو قال انه هيقول لها في الوقت المناسب، واكد علينا ما نجيبلهاش سيره. اوعي تقولي لها هدى. معقوله انا برضه هقول لها حاجه زي دي؟ مش عشانه، عشانها هي لو سمعت حاجه زي دي ممكن تروح فيها. ما تقولش بس كده، بعت الشر عليها. يا رب يا هدى تبقى سحابه وتعدي وبابا يرجع عن اللي في دماغه. يا سياح مالك يا ابني مهموم كده ليه؟ معلش يا طارق، اصل انا مودي وحش شويه اليومين دول. طيب ايدك على 50 جنيه بتوع ايه دول؟ بكره عيد ميلاد صفية والمفروض ان احنا نحتفل بيه. تحتفله ولا تتنيله، انا مال انا؟ يا ابني انت المفروض تدفع الضعف. ليه يعني؟ اولا لانك ابن الحاج عبد الستار ليل على سن ورمح، ثانيا انت لسه قابض مكافأة زي الفل، واحنا بقالنا 3 شهور ما خدناش جنيه فوق مرتبنا، ثالثا ده عيد ميلاد صفية، وبعدين هو عيد ميلاد صفية هيبقى عيد ميلاد من غيرك يا عريس. وبقى انا مش فايق لتهريجك دلوقتي يا طارق. في يا سعد؟ بس انا سمعت خبر كده عكنني شويه. خبر ايه ده؟ وانت مالك يا بارد يا تلم؟ انزل من على وداني بقى وسيبني اشوف شغلي. عموما انت عشان صاحبي انا جيت اقول لك، وبعدين شكلك هيبقى وحش قوي لما كل الزملاء يحتفلوا بعيد ميلاد صفيه، وبعدين انت عارف صفيه ما يهمهاش في كل دول الا انت. انا عارف اجيبها فيك ايه. هتلبخ ولا ايه يا طاطا؟ لا ابدا، بس بقول البت عينها منك وانا عمال اتنطط قدام عينيها رايح جاي وهي عامله نفسها مش شايفاني. طب اهدى كده وبلاش تنطيط، اركز شويه وريحني من لكك ده. امسك 50 جنيه. ايه بقول لك ايه، انت اقتنعت ولا خايف ابوها يزعل منك ويرفدك؟ لا اقتنعت طبعا، لان انا وصفيه زملاء من ايام المدرسه.
وتهيألي يعني شكله هيبقى وحش قوي قدامها. بالنسبة يا حاج للموضوع اللي كلمتنا فيه النهاردة الصبح. ماله؟ يعني حضرتك فكرت في الموضوع ده كويس. شوف يا مختار يا ابني، أنا ما قلتلكوش إلا بعد ما هريت نفسي التفكير، وطالما يعني إن أنا مش هعمل حاجة حرام يبقى ما حدش له حاجة عندي. إذا كان كده ماشي، أنا ما عنديش مانع. بس إيه هتبسبس ليه؟ يعني جوازة زي دي يا حاج ممكن يكون لها توابع. توابع إيه؟ هي زلزال. زلزال يا حاج، أنا قصدي يعني إن العروسة بعد فترة ممكن تحبل وتجيب لك عيل. يا ريت تحبل وتجيب العيل، وماله ما يجي العيل، هيبقى اخوكم وهيبقى له نصيب في كل حاجه زيكم بالظبط. طبعا ده لحمنا. الله، انا بس يعني بفكرك ان الواحد مش ضامن يعيش قد اللي عايشه. انت هتفول عليا يا مختار ولا ايه؟ يا نهار اسود، استغفر الله العظيم يا رب، ربنا يديك الصحة وطولة العمر بعد الشر عليك يا بابا. أنا مش فاهم عاوز توصل لإيه؟ صلي على النبي. عليه الصلاة والسلام. أنا ما عنديش مانع تتجوز وتعيش حياتك على الآخر براحتك. إنما يعني حرام تجيب عيل وأنت في السن ده، أنا قلبي عليه مش أكتر. شوف يا مختار، حتى لو ربنا أراد وسبته، أنا هسيبه مين يعني؟ ما أنا هسيبه لإخواته. رجاله كبار هياخدوا بالهم منه مش هيسيبوه، ولا انت ايه رايك؟ طبعا طبعا، ده اخونا، واللي حضرتك شايفه واعمله، انا بس بقول رايي. خدك بقى من الموضوع ده وخلينا في الشغل. قبل ما افضني بس ممكن اعرف مين العروسه؟ والحقيقه انا لسه ما اخترتش، بس قدامي كام واحده كده، لما افلح الاقي واحده منهم. طب ما تقول لي عليهم ونختار سوا. يا اخويا روح اختار لنفسك انت يا سي مختار بدل ما تختار لنا. كله بأوانه يا حجوج، واول ما اطمن عليك في بيت عدلك واشوفك كده مرتاح ومتهني اشوف نفسي انا بقى. فيه هو انت اللي ابويا ولا انا اللي ابوك؟ هو مين فينا اللي خلف التاني؟ ما بقتش فارقه يا حجوجه، وربنا يخلي لنا الحبايه الزرقاء. اللهم امين، اللهم امين. ايه افتح بقى؟ ثانيه واحده، يلا فتحي بقى وقولي لي ايه رايك في لون اوضه النوم. ايه ده؟ انت مين اللي قالك تعمل كده؟ هو اللون مش عاجبك ولا ايه؟ لا مش عاجبني، وانت ازاي ما تاخدش رايي قبل ما تعمل كده؟ كنت عايز اعملها لك مفاجاه حبيبتي. بصراحه يعني مفاجاه وحشه جدا. وحشه جدا؟ بقى اللون الاخضر ده لون وحش؟ ده لون مهدي للاعصاب. ده شكل لون اتوبيسات النقل العام. طب انت ايه اللون اللي انت عايزاه؟ الاصفر الكناري. اصفر كناري؟ ده لون مستفز وبايخ، وبعدين انا لا يمكن انام في اوضه باللون ده. وانا كمان لا يمكن انام في اوضه باللون ده. استني بس يا رشا، استني. استنى ايه وانت من اولها بتفرض ذوقك عليا؟ طب انا عندي حل. ايه هو؟ زي ما انا عملت الاوضه دي على ذوقي، اعملي انت الاوضه الثانيه على ذوقك. ماشي، بس تبقى اوضتي وانام فيها لوحدي. ايه اللي انام فيها لوحدي ده؟ هو انا متجوزك عشان تنام لوحدك؟ ده الواحد ما بيصدق يتجوز عشان مراته تونسه كده في الاوضه ويقعدوا ياخدوا يدوا مع بعض في الكلام. يبقى تدهن اللون الكناري. كناري كناري اهو، نكاكي بقى ونصوصو مع بعض. ما اخبيش عليكم يا جماعه، الحاله اتطورت بشكل ما كناش عاملين حساب. يعني ايه؟ يعني الاشعه والتحاليل مبينه ان في تضخم في القلب. ايه تضخم؟ احنا مش عايزين نقلق او نفقد الامل، ربنا سبحانه وتعالى زي ما خلق الداء خلق معاه الدواء. يعني في علاج للحاله دي؟ نسبه كبيره من الحالات بتخف بالعلاج الدوائي، بس اهم حاجه الالتزام بمواعيد الدواء والمتابعه الدوريه. انا هكتب لكم دلوقتي روشته بمواعيد الدواء، بس اهم حاجه الالتزام بيها. ان شاء الله اشوف كمان اسبوع. ألف 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 سلامة عليك يا ست الهاني. ده الحاج عبد الستار يا ماما اللي كنت كلمتك عنه. أهلا يا حاج، أنا مش عارفة أتشكر لك إزاي على كل اللي عملته عشاني. ما تقوليش كده يا ست الكل، ده أقل واجب.
طب دي غلاوتك انت والست نعمت عندي ملهاش تمن. تسلم يا اصيل. طيب استاذنك انا بقى، هنستنى بره عشان ترتاحي. لا ازاي، انا لازم اطلب لك شاي دلوقتي حالا. طيب وماله، نشرب الشاي بس بره عشان نسيبها ترتاح. خلص. عن اذنك يا حاج. اتفضل يا حاج. اتفضلي. انا الصراحه مش عارفه اشكرك ازاي، انا تعبتك معايا قوي يا حاج. مش كده، تعبك راحه قصاد الكل. الكافيتيريا هناك، تعال نروح نشرب كوبايتين شاي. ايوه بس انا يعني احبس بشاي وانا على لحم بطني؟ انا بصراحه ربنا جعان. بقولك انت مش جعانه؟ لا ماليش نفس. انا بقى ليا نفس، وهعرف ازاي افتح لك نفسك. انت لذيذ قوي يا حاج. انا عارف. المهم قلت ايه؟ في ايه؟ هتيجي تتعشي معايا ولا هتعتبريني غريب وترفضي المره دي كمان؟ انت اللي عملته معايا يا حاج يخليك اكتر من الاهل. يبقى هتيجي. ايه؟ عمال تتجوز في نسوان وتظرف في عيال وتشغل بناتك في البيوت وتعيش على قفاهم، انت ايه؟ قلنا يمكن صحتك على قدك، عوطلي وغيته القعده. انما بقى تجوز بنتك لسايح عربي اكبر منها ب40 سنه، اه ده اللي مش ممكن ابدا. طبعا هنيه هي اللي قالت لي. ايوه هنيه هي اللي قالت لي، وكان لازم اوقفك عند حدك. شوف يا ست كوثر، احنا خدامينكوا والحاج مقامه على راسي من فوق، لكن دي امور عائليه، واني ما حدش حد غريب يتدخل فيه. ايه؟ انا حد غريب يا راجل يا واطي يا ناقص انت؟ طب ده انا اللي مجوزاك هنيه، انا اللي غلطت وبالتها بيك، لكن بقى لازم احميها منك وتقف عند حد. ايه فولا دي بنتي واني حر فيها؟ لا يا اخويا ما انتش حر فيها. ويكون في علمك لو الجوازه دي تمت اقسم بالله لا هبلغ عنك البوليس وهوديك في حديد. هي حصلت لحد كده؟ يلا يا هنيه لم حاجتك وهات البيت، انت ما بقلكش عايش في البيت دي. ولا اقف عيوج واتكلم عدل، كلام الحاجه هيمشي ورجلك فوق رقبتك. هنيه وبنتها يقعدوا هنا وانت اللي هتمشي، ولو عايز مراتك يا حلو يبقى روح بلغ البوليس. وانت عارف بقى لما تبلغ البوليس انا ممكن اعمل ايه. وعلى ايه؟ الطيب احسن. عموما اني خارج وانتي ورقتك هتوصلك عن قريب ان شاء الله بالاذن. يا لهوي يا لهوي يا لهوي. بس انت بتصوتي على ايه؟ جاتك القرف عليك وعليه؟ عاجبك فيه ايه ده؟ تعال تعالي يا فل، تعالي يا حبيبي. تعالي، بتحب على ايه ستك؟ استغفر الله يا حبيبي، استغفر الله. ما شاء الله ما شاء الله. ايه ده؟ ايه دي فله؟ شفت يا مختار كبرت ازاي؟ ده حاجه فله قوي. خلاص من هنا ورايح هتبقى واحده مننا وهتعيش معانا على طول. اذا كان كده ماشي. خلاص يا هنيه، حط لها سرير معاكي في الاوضه بتاعتي. متشكره قوي يا ست كوثر، جميلك ده على راسي من فوق. لا جميل ولا حاجه يا حبيبتي، انت زي بنتي بالظبط، وربنا سبحانه وتعالى ما يرضاش بالظلم ابدا 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 ابدا، ما يرضاش ابدا. طيب انا همشي انا بقى يا حاجه، عايزه حاجه؟ تسلم لي يا حبيبي. روح يا مختار يا ابن بطني، الهي ربنا يرزقك ببنت الحلال اللي تريح قلبك. قادر يا كريم يا رب. هوبا. مين اللي هياكل كل ده؟ انت بالهنا والشفا. بس ده كتير قوي. مفيش حاجه تكتر عليك يا ابل. يلا يلا بسم الله. وده ثمنه كام بقى ده؟ انت مالك ومال التمن؟ ما تقلقيش انا اللي هدفع، واطمني مش ههرب واسيبك تغسل الصحون عندهم. ايوه انت هتدفع دلوقتي وانا اكيد هدفع بعدين، ما هو مش معقول تكون بتعمل كل ده معايا لوجه الله، اكيد في حاجه تانيه. لا تانيه ولا تالته، كل الحكايه ان انا اتعاطفت معاكي ومع ظروفك. الله، الناس مش لبعضيها ولا ايه؟ بس كده؟ لا بصراحه كمان انا معجب بيك، ارتحتي؟ طب واخره الاعجاب ايه؟ بص يا حاج، انا ست متطلقه لكن انا مش بتاعت لف ودوران. انا كمان راجل بتاع ربنا وماليش في الحرام. يعني ايه؟ تجوزيني. انا اتجوزك انت؟ على سنة الله ورسوله بمأذون وشهود. بس انا بقى ليا شرطين. انا راجل متجوز وعندي رجاله كبار، ومهم الحاجة ست مريضة بالقلب، خبر زينا ممكن يقضي عليها.
عشان كده جوازنا لازم يبقى في السر. طب والتاني؟ مفيش خير في تعيال. أنا راجل في أواخر العمر، وعلى رأي المثل ولاد الشيبة يتامى. واطمني حقك هتاخديه تالت وتالت، وكمان هأمل لك مستقبلك. إزاي يعني يا حاج؟ هدفع لك مهر 500,000 جنيه، ونص مليون تانية هجيب لك بيهم الشقة. ده غير الشقة بقى، هجهزها لك وارتبها من مجاميعه واكتبها لك باسمك كمان. أنا مش عارفة، أنا حاسة إني متلخبطة، مش عارفة أفكر. خلاص، لما تفوقي بقى من اللخبطة فكري براحتك واحسبيها كويس وبلغيني بقرارك. يلا حالاً بالاً بالاً هنلو أبو الفاصل، هيكون عيد ميلاده الليلة أسعد الأعياد، فليحيا أبو الفاصل. كل سنة وانت طيبة يا صفية. وانت طيبة يا طارق، وانت طيبة يا صفية. كل سنة وانت طيبة. كل سنة وانت طيبة يا صفية. وانت طيب يا سعد. يلا بقى نطفي الشمع. بجد ميرسي جدا. انت حضرتك ما تقوليش حاجه خالص، انت تتفضلي تقطعي التورته دي عشان الناس دي عينيها هتطلع عليها. تساليني ليه؟ اقول لك لان انا اللي منقيها. ميرسي يا طارق. ميرسي ايه؟ انت ده وتعرفي معزتك في لبنى قد ايه يا صفيه؟ طيب كمل انت بقى. اوكي. ترى فكرة العيد ميلاد دي كانت فكرتك؟ بصراحة يعني هي كانت فكرتنا كلنا، وكلنا شاركنا فيها. أنا أصلي بصراحة قلت أكيد هتنسى عيد ميلادي، بس الحمد لله طلعت فن. بجد يا سعد أنا فرحانة قوي. مش عارف أقول لك إيه. يعني هدية بسيطة كده، يا رب تعجبك. اتفضلي. الله، بجد ميرسي يا سعد، بجد حلو قوي. على فكره يعني لو مش عاجباكي ولا حاجه، الكارت بتاع المحل جوه تقدري تبدليها باي واحده تانية تعجبك. لا ابدلها ايه، بجد دي تجنن، وبعدين كفايه انها ذوقك. اقول لك على حاجه، انت كمان اللي هتلبسها. ماشي. بجد ميرسي يا سعد، تجنن. الله الله الله، الف مبروك يا سعد باشا. انت بتخطب الانسه ولا ايه يا اخويا؟ لا بخطب ايه يا رشا، بس اهدي اهدي. وانا هفهمك، النهارده اصلي عيد ميلاد الانسه صفيه. والله والله لو مش مصدقه التورته جوه، هيخش يشوفيها بنفسه. اه، فقلت بقى تخلوها عيد ميلاد وشبكه بالمره. لا يا رشا، لا الموضوع مش كده، اهدي وانا هفهمك بعدين. تفهمني ايه لما احنا لسه مخطوبين وبتخوني؟ امال لما نتجوز هتعمل ايه؟ على العموم يا حبيبي انت حر، اشبك واكتب كاتب كتابك براحتك. مبروك يا عروسه، مبروك يا عريس. اه، ودي هديه بقى مني ليكم. يا رشا، في حاجه يا سعد؟ وانت مالك انت؟ كل سنه وانت طيبه. يا رشا رشا، علشان يتم المراد ويرضى عليك رب العباد وسيد الاسياد، ويرزقك بحمل طفل يتولد بصحته يوم الميلاد، فيه شويه طلبات. هطلب اللي انت عايزه. مش انا اللي بطلب، ده هما، ولازم طلباتهم تتنفذ بالحرف الواحد. انا فاهم، هو انا عبيطه؟ لازم يتم الوصال بينك وبين جوزك فجر الخميس اللي جاي قبل طلوع الشمس. مفهوم يا سيدنا الشيخ. وقبل ما يتم الوصال ب 13 ساعة ونص تجيبي ضفدع وتذبحيه وتدهني بدمه مرتبة السرير. ضفدع؟ ايوه ضفدع، وترشي حنظل على عتبة بابك علشان تمنع رجوع العمل ليكي مرة تانية. وبعدين؟ مش فاضل غير الزار. Thank you.
والله العظيم زي اختي بالظبط. يا سلام، ليه مكتوبه في شهاده الميلاد صفيه ليل وانا مش واخده بالي؟ يا رشا يا رشا، صفيه دي زميلتي من ايام الجامعه، وكل اللي بتربطني بيها علاقه اخوه وصداقه. اه، والاخوه والصداقه دي تخليك تلبسها ساعه كانك بتشبك، كان ناقص تاكلها في بقها. طب انا اعمل ايه؟ هي اللي مدت لي ايديها واحرجتني. وانا اللي عملته ده كان تصرف طبيعي، ولا كنت عايزنا اشوف المنظر ده واسكت؟ انا كمان بعد ما انت خرجتي من المكتب خرجت وراك على طول من غير حتى ما اقول لها عن اذنك، وده اكبر دليل طبعا على انك اهم بالنسبه لي. يمكن. لا، الاكيد بقى ان انا بحبك وما اقدرش استغنى عنك بجد. فكي بقى. شفت حجوك سعر الدولار غير ازاي؟ اه، ده هيغلى اكتر كمان، طالع ومحدش لعيه. ده بيقول لك في السوق السوداء بيتباع بضعف ثمنه. اهو كده بقى يا عم مختار، الكيماويات اللي احنا بنستوردها دي هتقف علينا بالخساره. اه، هو انت مش وردت تتهمل العمليه قبل الشحن؟ حصل. خلاص، يبقى احنا كده في السليم. سلام. العمليات اللي جايه هنعمل فيها ايه يا خفيف؟ انا عندي فكره ممكن نكسب منها تمام التمام. فكرة ايه دي؟ سعر الدولار في البلاد اللي حوالينا معليش قوي، انما عندنا عالي على الاخر. يا عم الناصح، ما هو المهم عندنا، واحنا عايشين في حته تانية. ما انتش فاهمني يا حجوج. واحده واحده، احنا دلوقتي ممكن نبعت حد من العيال تبعنا لاي بلد من البلاد اللي حوالينا اللي سعر الدولار لسه فيها حنين، ونخليه يسحب لنا من حسابنا بالدولار بس من حساب المصري، ويجيب الدولارات دي على هنا ونبيعها في السوق السوداء بضعف الثمن، ونستفيد من فرق السعر، وبكده بدل ما نخسر وقت الازمه نكسب ونستفيد. برافو عليك يا مخ، فكره هايله. طالع لابويا يا حجوجه. تحب تلعب بكام؟ نقول نجرب في الاول كده بخمسينيه، 50,000 يعني. بس نسبتي محفوظه 20%. أما 10% كفايه عليك قوي. يا حاج، مش لسه في مصاريف وسفر واقامه الراجل بتاعنا هناك؟ يا بطل حداقه، هو انت يعني بتدفع الحاجات دي من نسبتك؟ ما انت بتحملهم عليا انا يا اخي. اذا كان كده ماشي، ايدك على الشيك. ماله ده؟ بس يا باشا، اهله جم في الزياره قالوا لابنك اتوفى. ارجوك يا باشا خلوني اخرج اخد عزاه، كفايه اني اتحرمت منه وهو عايش، كمان ما ودعوش وهو ميت. ما تقلقش، هخليك تاخد عزاه حتى لو طلبت لك اذن من الوزير شخصيا. ربنا يخليك ويعمل بيتك قادر يا كريم. بقول لك ايه يا سي مختار؟ يا روح سي مختار، انت هتيجي تبات معايا الليله دي مش كده؟ الليلة دي موعدكيش، عندي ميعاد مهم مش عارف اذا هعرف اجي ولا لا، بس اكيد هجيلك ليلة الخميس. لا، انا عايزاك فجر الخميس. نعم، قصدي يعني انا محتاجة لك قوي الليلة. يا بت يا بت، ده النهارده الاربع والخميس ده بكره، يعني ممكن نستنى. ما حبكتش الليلة. الليلة يعني الليلة؟ جرايه يا سماح، مال شكلك متغير كده ليه؟ بصراحة بقى يا سي مختار، انا قلبي مقبوض وحاسة بخوف، ولو ما جيتش الليله دي انا مش هعرف انام. يرضيك يعني ان انا ما اعرفش انام؟
ما رضنيش طبعا. يعني هتيجي تبات معايا الليله دي؟ هاجي طبعا هاجي، بس هتاخر شويه صغيرين قد كده. وماله، المهم انك تيجي قبل الفجر. ايه حكايه الفجر دي؟ اصل الدنيا بتبقى عتمه وبخاف انام لوحدي لغايه ما الفجر يطلع. اذا كان كده ماشي. تسلم ايدك يا سموح. تسلم بالهنا والشفا يا اخويا. الله يهنيك. همشي انا بقى دلوقتي عشان الحق اروح مشاويري، وعندي بعدين بالليل وبعدين ميعاد تاني، فحاول اجيلك بعد ما اخلص. ربنا يخليك يا اخويا، ربنا ما يحرمنيش منك ابدا. عايزه حاجه حبيبتي؟ سلامتك. الف سلامه. لا اله الا الله، سيدنا محمد رسول الله. السلامة يا اخويا، يستر طريقك ويكفيك شر ولاد الحرام يا رب قادر يا كريم. يا رب. بقول لك ايه يا حاج؟ مورين يا ست ستات، في واحده من معارفنا جوزها تعيش انت قبل ربي كريم، وعندها ست عيال، والمشوار قدامها لسه طويل قوي. لا حول ولا قوه الا بالله، انا لله وانا اليه راجعون. بقول يعني يا حاج، لو كنا يعني نبعت لها كل شهر مبلغ ونعتبره صدقة جارية، أو يحميها ويحمي ولادها من بهدلة الأيام. وماله يا حاج، الخير كتير والحمد لله، وهو كله بثوابه. أحسبي كفيها كام ولا رقبت سدادة؟ إلهي ربنا يكرمك. قادر يا كريم، يا راجل يا طيب يا أمير، يا اللي قلبك زي البفتة البيضة. أنت اللي طيبة وفلة الفلات يا حاجة يا مقطقطة. ربنا يقبل بخاطرك يا رب. على فكرة أنا عندي ليكي مفاجأة حلوة. خير يا حاج؟ عمرة رمضان اللي جاي. إيه حجزتها؟ طبعاً حجزتها يا ستنا، ربنا يكتبها لنا إن شاء الله. يا رب نبقى كده مجتمعين في الجنة إن شاء الله. قادر يا كريم، عن إذنك بقى لما أشوف هنيه خلصت العشاء ولا لأ. اتفضلي. الو، ازيك يا ست الكل؟ طمنيني، ماما عامله ايه النهارده؟ يا ترى انت فين يا مختار؟ يا للغلبان. الحمد لله على السلامة يا حبيبي. الحمد لله على السلامة يا اخوي. اديني اكتر الميه في ايدك. سكر من هنا يا اخويا. يا ما انت كريم يا رب. اديني 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 الميه. ده انت شكلك رايق على الاخر النهارده. على الاخر اخر على الاخر. هي ده انت هتنام بهدوم الخروج ولا ايه؟ عشان عندي مشوار جوه الحلم. انت شكلك مضيع على الاخر. يا ما انت كريم يا رب. طب اقوم انا هجيب لك كوبايه ميه عشان تفوقك شويه. ايوه ايوه جيبيلي الميه في ايديك. يا اصحى يا اسم مختار، اصحى يا اسم مختار عشان تشرب الميه.
شيء ايه بس؟ هو انا دبنة؟ اصحى يا اخويا، اصحى، ده الفجر قرب جدا. والنبي اوعى تشخر، اوعى تشخر والنبي، ده انت نومك تقيل من غير حاجه. يا سي مختار اصحى يا اخويا، اصحى يا سي مختار، اصحى يا سيد الناس. وبعدين بقى، وبعدين لا ما بديهاش. هتصحى يا ياسم مختار، ده الفجر ادن، هيحصك السودياني. اما انا بحب يوم الجمعه ده بشكل عشان كلنا بنبقى مجتمعين فيه. ربنا ما يحرمنا من اللمه الحلوه يا رب. امال مختار فين؟ اهو اهو مختار، اهو اهو. صباح الخير يا حاج. صباح الخير يا ست. صحي على الاكل كده على طول. اعمل ايه يا حاج؟ ده انا راجع الساعه 8 الصبح. وانت ايه اللي مرجعك 8 الصبح يعني؟ مفيش، طلبيه كده كنت بخلصها وبسلمها. طلبيه برضه؟ طب والتجار اللي انت كنت معاهم دول مش يناموا بدري عشان يصحوا الصبح يروحوا اشغالهم؟ يا ابني دي ليله جمعه والناس صبحه اجازه بقى. الله، وليله الجمعه دي مالهاش حدود، المفروض انك انت تنام بدري وتصحى بدري عشان تصلي الجمعه. اه والله يا حاج، نعوضها بقى الجمعه الجايه ان شاء الله. مالك يا حبيبي؟ ساكت ليه؟ هتكلم اقول ايه يعني يا ماما؟ كفايه انتوا بتتكلموا. طول عمرك كده سهون، تفضل ساكت انما تراقب اللي حواليك، عشان كده طلعت ظابط. الله يا سلام، الدرجات دي نكتتي بايخه ما ضحكتكش؟ لا ابدا يا بابا، بس حضرتك ما قلتش نكته اساسا. خد خد يا حاج ورق عنب. ايه يجنن؟ انا عامله لك بايديا. شبعت، ورايا ميعاد عاوز الحقه. طب وانا كمان بقى لازم اقوم عشان الحق بتاع السيراميك واتفرج على البضاعه براحتي. يلا سلام. ايه اصله ده؟ دي طريقه اتكلم بيها ابوك. ما تتدخلش انت مختار لو سمحت. بصراحه بقى مختار عنده حق، انت كنت قليل الذوق قوي مع ابوك. وبعدين انا ربيتك على كده يا اشرف. انا اسف يا ماما، بس لو سمحت سيبيني دلوقتي، انا فيا اللي مكفيني. ما كلنا فينا اللي مكفينا، ما بنعملش كده. خلاص محدش غيرك عنده هموم. ما قلت لك ما تتدخلش انت مختار، ولا مش ناوي تجيبها لبره؟ لا يا راجل، ما تقوم تضربنا احسن، ولا تخلي جوز عساكر من عندك يجوا يحبسوني. وبعدين بقى يا اولاد ازاي تتخانقوا وانا قاعده في وسطيكوا؟ انا ايه مكان النوم؟ القعده هنا تخنق. مالك يا اشرف؟ فيك ايه؟ مش حوايدك العصبيه دي يا ابني؟ معلش يا طنط، اصل عندنا خبر مش حلو. خير يا بنتي؟ عمر. ماله عمر؟ من يومين وديناه للدكتور وكشف عليه ولقى عنده تضخم في القلب. تضخم في القلب؟ يا حبيبي يا ابني، ده جاله منين ده؟ الحساسية اللي على صدره يا ماما عملت له مضاعفات وأثرت على قلبه. يومين يا أشرف؟ يومين وما تقوليش يا ابني وأنت شايل جبل على كتافك؟ شايل الحمل ده كله لوحدك؟ هقول لك إيه بس يا أمي، ما كنتش عايزة أضايقك. حبيبي يا عمر، حبيبي يا ابني، إن شاء الله يا حبيبي هيخف وهيبقى زي الفل. أنت بس خلي عندك شوية إيمان بالله. متعوس متعوس، ولو علقوا على بابه فانوس. اهدي بس اهدي يا ستي، مش كده. اهدى إزاي؟ اهدى إزاي بس؟ ده أنا كل ما بفتكر منظر الشمس وهي طالعة هو نايم على السرير جنبي بيشخر بتقهر. ملحوقة ملحوقة يا ستي، أنا هروح للشيخ أنوخ وهقول له على كل حاجة وهو إن شاء الله هيحلها لنا. يسمع من بوقك ربنا. ونادر عليا لو حلاها لاتبع جدي وافرقه على الغلابه. جدي واحد؟ طب قولي جديين. يا ستي عجل بحاله. عجل؟ بتقولي عجل يا ستي؟ يعني مالك يا بنتي، انت اتهبلتي ولا ايه؟ والنبي انا رايحه للشيخ انوخ وجايالك بالبشاره يا اختي. ميلة بختك يا سماح. ايه راي حضرتك في البلاطه دي؟ لا حلوه، هي تحس انها الوانها هاديه ورقيقه كده. فعلا ريلي حضرتك ذوقك يجنن. ميرسي. على فكرة دي ألوانها باهتة وحساء قديمة جدا، يعني مش فاهمة. اوكي. ايه رأي حضرتك في التشكيلة دي؟ لا لا دي بقى مختلفة، يعني تحس انها ألوانها مختلفة عن اللي فاتت. ايه رأيك يا رشا؟ عادية يعني. عادية؟ عادية. عادية بصراحة، يعني بصراحة عادية. طب ممكن نشوف البانيوهات؟ اوكي اتفضل من هنا. ايه رأي حضرتك في ده؟ الله، البانيو ده حلو جدا، تحس كده انه شرح ومرحرح. البانيو ده جاكوزي ومستو النساء اتنين. هو حضرتك متجوز؟ لا.
والله هو ايه ده اللي لا؟ قصدي يعني حاجة اتجوز. انا خاطب والانسه تبقى خطيبتي. هاي هاي ورحمه الله وبركاته. يا ايات النفس المطمئنه رجعي الى ربك راضيه مرضيه. ادخلي صدق الله العظيم. ان شاء الله بقى عم سالم ولا ايه؟ انا مش عارف اقف في جميلك ازاي يا باشا. لا لا ازاي، ده حقك يا بني ادم وكده كده كان لازم تاخده. ربنا يسترك يا باشا. لا لا سيبه يا ابني سيبه، اركب انت ورا. تعالى يا عم سالم اركب معايا قدامك. البلاطه دي هيبقى لونها احلى مع التواليت ده، ايه راي حضرتك؟ مش عارف يعني مش بطل. لا مش حلوه، ولو سمحتي بقى ما تتدخليش في اختياره. هو انت اللي هتشتري ولا احنا؟ انا اسفه يا مدموزيل بس ده شغل. ايوه يعني شغلك ان انت تطفلي علينا. انا كاستمر اسيستنت. هنا حياه ابوك تكلميني عربي. شغلتي هنا ان اصاحب الزباين وهم بيتفرجوا على المعروضات. ايوه وانا يعني مش عايزه صاحبك، هتصاحبيني بالعافيه يعني؟ مش فاهمه يعني، ده حاجه غريبه قوي يا رشا. مش كده بقول لك ايه، اسكت خالص، كلمك معايا بعدين. الحمد لله على السلامة يا حجة، وربنا يطمنا عليكي دايما. تسلم يا حج يا ابو الذوق. هو مش هتطلع علشان تشرب معانا أي حاجة يعني؟ لا معلش، الوقت متأخر، وقت تاني، وكمان عشان الحجة تستريح. لا لسه بدري، والنبي تطلع، ده أنا عندي بن محوج يستاهل بقك. اطلع بقى يا حج. ماشي يا حج. يا أهلا وسهلا. عشان خاطرك أنت بس أنا هطلع. اهلا اهلا بيك. الحاره نورت. منوره باصحابها. اتفضل يا حاج، خطوه عزيزه. يا عز مقداري. وايه الحكايه يا جدعان؟ تاني الراجل ده؟ وايه حكايته؟ عمال يتنطط لهم كده زي حرام الفراخ. ده انا اخطف عمره قبل ما يفكر يخطفها مني. اهدى بس يا خاشق. اوعى يا اهدى بس. امسك خد القرص ده. قرص ايه؟ غور من وش يا جحش. خليك عالي العار. اتفضلي يا ماما. تسلمي يا بنت، تسلمي من كل راجل. اتفضل يا حاج، اتفضل يا حاج. زيد فضلك. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. روعي. مين الراجل ده؟ انت مالك؟ بقول لك مين الراجل ده يا بنت؟ واحد قريبنا، وبعدين انت ايه اللي دخلك في حياتنا؟ انا قلت لك 100 مره قبل كده ما تدخلش في حياتي. لا ما انا بحبك. ليه مش عايزه تفهميني؟ يا اخي وانت ليه مش عايز تفهمني؟ مش عايزاك. امشي اطلع. طيب طيب خلاص، بس اعملي حسابك في بيننا وبين بعض كلام تاني. امشي اطلع بره. نور يا حاج. انت مضلم. مين ده؟ واحد جارنا وبيحبني وعايز يتجوزني بالعافيه. معقوله لسه في كده؟ واكتر من كده يا حاج، ما احنا ولايه في زمن صعب، لا لينا ظهر ولا راجل يحمينا. اطمني يا ست ام نعمه، من هنا ورايح انا راجلكم، لان انا بطلب منك دلوقتي اهو ايد بنتك نعمت على سنه الله ورسوله. قلت ايه؟ كفايه انت بقى لحد هنا. اوصلك لحد العربيه. والعربيه قدامي ايه؟ وانا هتوب، انا عارف سكتي، انا مش عايز اتعبك يا عروس. خلاص يا عريس. صباح الخير. انت من اهل الخير. خلي بالك من نفسك. كفايه انت بقى لحد هنا. اوصلك لحد العربيه. والعربيه قدامي ايه؟ وانا هتوب، انا عارف سكتي، انا مش عايز اتعبك يا عروس. خلاص يا عريس. صباح الخير. انت من اهل الخير. خلي بالك من نفسك. وانت كمان. ماشي.
الراجل اللي انت عملته ده يا ده عينه يا حاجم اللي هتشوفه لو ما بعدتش عن سكه نعمه، فاهم ولا مش فاهم؟ لا يا اخويا مش فاهم. يا خرازي انت اطلعي فوق، مالكيش دعوه. انا خايفه عليك. انا اعرف احمي نفسي كويس قوي، وانا فاهم ان انا ضعيف. هتعمل ايه يا حاج؟ هفرتك نافوخك ياض. ليه يا حاج؟ طيب احسن، يعني احنا اولاد بلد زي بعض، اعتبرنا عين وغلط. مش كل الناس يا اخويا اللي اتغلط معاهم ياض، في ناس الغلطه معاهم بعمرك، فاهم؟ فاهم يا حاج. حقك عليا، حقك عليا. ما كفايه انت بقى لحد هنا. اوصلك لحد العربيه. والعربيه قدامي ايه؟ وانا هتوه، ما انا عارف سكتي. انا مش عايز اتعبك يا عروس. خلاص يا عريس. صباح الخير. انت من اهل الخير. خلي بالك من نفسك. وانت كمان. ماشي. اللي انت عملته ده يا عينه يا حاجم اللي هتشوفه لو ما بعدتش عن سكه نعمه، فاهم ولا مش فاهم؟ لا يا اخويا مش فاهم. يا خرازي انت انت اطلعي فوق، مالكيش دعوه. انا خايفه عليك. انا اعرف احمي نفسي كويس قوي، وانا فاهم ان انا ضعيف. هتعمل ايه يا حاج؟ هفرتك نافوخك ياض. ليه يا حاج؟ طيب احسن، يعني احنا اولاد بلد زي بعض، اعتبرنا عين وغلط. مش كل الناس يا اخويا اللي اتغلط معاهم ياض، في ناس الغلطه معاهم بعمرك، فاهم؟ فاهم يا حاج. حقك عليا، حقك عليا. اسمك ايه ياض؟ محسوبك ثابت الخشن. خشن؟ مش باين عليك اي خشونه يعني، ده انت شكلك انعم من حريم ياض. ولا من هنا لو رايح اوعى تعرض لي انا ولا نعمل، فاهم ولا مش فاهم؟ فاهم يا حاج. قور من ماشي. قور ياض، قور. انت ماشي ايه؟ صباح الخير يا حلو. كنت من اهلي يا حاج. بقول لك اطلعي بره. داليا تعالي. معلش حبيبتي، ما تزعليش مني، انا اعصابي مشدوده اليومين دول. مش قصدي حاجه والله. انا عارفه ان مش قصدك حاجه. حقك عليا. اتفضلي. انا مش قلت لسعادتك يا سياده اللواء؟ يا باشا الواد ده تهجم عليا من يومين ولما انا ضربت الطلقه في الهوا كده من مسدسي، يا عالم كان ايه اللي ممكن يحصل. خلاص يا باشا، حاجه سعادتك نعمل محضر، وجايز يكون مطلوب على ذمه قضيه تانية. ربنا يخليك لينا يا باشا، ما يحرمناش منك ابدا. وعلى فكره يا باشا، انا مش بعمل كده علشان، لا لا لا، انا علشان الناس في مصر تبقى عايشه في امان وما يتعرضوش لشر الخشن وامثاله من المجرمين والبلطجيه. ماشي يا باشا، ماشي. ساعه بالكتير وهكون عند سعادتك. الف مليون سلامه. صباح الفل يا حجوج. صباح الخير يا مخ. صباح الجمال والاموال. ايه الفلوس دي؟ دول 80,000 جنيه مكسبك من صفقة الدولارات بعد خصم نسبتي 10%. برافو عليك يا مخ. طب خليهم بقى كده في شنطتهم معاك، بكرة الصبح تحطهم في حسابي في البنك.
اذا كان كده ماشي. على فكره يا رشا، ماما عامله لك الاكل ده بايديها مش كده يا ماما؟ طبعا يا حبيبي، وانا هيجي لي اغلى منها. ميرسي يا طنط. بمناسبه الاكل بقى، ايه اكتر حاجه بتحبيها وتعرفي تطبخيها وشاطره فيها؟ لا انا ما بحبش المطبخ وما بعرفش اطبخ خالص. ولا يهمك، انا هبقى اعلمك، بس انا بعرف اعمل شويه اكل، انما ايه هيعجبك قوي. لما بتكوني فاضيه وقاعده في البيت ما بتساعديش ماما في المطبخ؟ مو عارفه اني ماليش في الحاجات دي. امال ليكي في ايه يا حلوه؟ ليا في الفرجه على التلفزيون، اسمع مزيكا، اخرج مع اصحابي. يعني مش عايزه في يوم من الايام تبي ام؟ لا اكيد عايزها. طيب يبقى لازم تجهزي، ولا هترمي نفسك في البحر من غير ما تعرفي تعوم يا حلوة؟ هو حضرتك مكبرة الموضوع شوية؟ هو فعلا كبير، كبير قوي. عادي يعني، في أمهات كتير ما بيعرفوش يطبخوا. أمال بيأكلوا بقى أولادهم وأزواجهم إيه؟ بيطلبوا لهم أكل جاهز من بره. وأنهي بيت بقى يتحمل ميزانية زي دي؟ ده غير كده وكده بقى الأكل غير صحي. ساعتها هبقى أتعلم أطبخ. هو يا بنتي الامتحان بيذاكروا قبله ولا بيذاكروا فيه؟ يو يا طنط، انا ليا اهتمامات تانية اهم من الحاجات التافهة دي. زي ايه؟ هو امتحان ولا تحقيق؟ الموضوع خد اكتر من حقه، مع انه ما يستاهلش. قصدك ايه؟ قصدي انا قلته وكفاية لحد كده. اهدي بس يا امي، مش كده. اهدى ده ايه؟ الحكاية انها مش ما بتعرفش تطبخ، الحكاية انها مش متربية وما عندهاش ادب. يا امي يا امي، انا اتحدى في بيتك يا سعد. يا رشا يا رشا اهدي، مش كده. رشا يا ماما، رشا. ايه اللي خلانا قعدهم مع بعض دول؟ زي ما انت عارف يا اشرف باشا، انا مش قاعد عندكم هنا كتير، يعني يا دوبك على المحامي ما يستشكل في الحكم ونسوي القضيه مع البنوك وارد لهم القروض بتاعتهم. اشرب قهوتك يا سامي بيه، انت منورنا. وعشان كده انا عشمان في طلب عند سعادتك. امرنا. بقول يعني لو كان ممكن اركب جهاز تكييف في الزنزانه بتاعتي، اصل الدنيا هنا حر قوي. وماله، طالما هتجيبه على حسابك وهتسيبه لنا لما تخرج بالسلامه ان شاء الله. ده اقل تذكره سيبه هنا في السجن، وسعادتك طبعا تبقى تقدر تاخده وتحطه في اوضتك كمان لو ممكن، يعني ثلاجه صغيره كده، اصلي ما بعرفش اشرب غير الميه الساقعه. هو ممنوع يا سامي بيه، بس عشان خاطرك بس انا هستثنيك. حس كده بقى، انا ليا بعد اذنك يعني طلب اخير. خير؟ المدام بتاعتي. ايه؟ عايزنا نجيبها لك يا كمان الزنزانه ولا ايه؟ لا طبعا يا اشرف باشا، سعادتك فهمتني غلط. انا اقصد بس يعني لو ممكن موبايل ابقى اكلمها واطمن عليها، اصلها تعبت قوي من ساعه ما جيت هنا وصحتها في النازل. لا لحد هنا وكفايه قوي، بس دي مسؤولية عليا، وبتهالي حضرتك ما ترضليش الأذية ولا إيه؟ لا طبعا ما ارضلكش. منورنا يا سامي بيه، اشرب قهوتك. أنت الخشن؟ خير يا باشا. كنت شوف؟ بتسولي ليه يا باشا؟ أنا ما عملتش حاجة. مش حاجة؟ أمال إيه ده؟ ده عدم المؤاخذة يا باشا، برشام مسكن. أصل أنا ضهري بيوجعني قوي بالليل وأنا نايم. مسكن ولا مخدر؟ حط الله يا باشا بيني وبين المخدرات. خدوه على البوكس يا باشا. خدوني على البوكس دي، أنا ما عملتش حاجة. بالراحة يا باشا. يلا أسألك إيه أنت لوحده تهبط. بالراحة يا باشا. اطلع يا باشا، أنا ما عملتش حاجة يا اخوانا، مش كده بقى. احسن يستاهل. اه يا حاج، ده كان مزهقني في عيشتي. اشكريني بقى. اشكرك وماله يا حاج، بس على ايه؟ ما انا اللي خليتهم خدوه. انت اللي قلت لهم؟ طبعا، امال ايه؟ ما كنت عاوزين اسيبه يترزر عليكي في الرايحه والجايه؟ ده كان اقل واجب لازم اعمله معاه. لحقت تغير عليا يا حاج.
طبعا يا ست الكل، مش هتبقي مراتي وكرامتك من كرامتي. ربنا يخليك ليا يا حاج، ولا يحرمنيش منك ابدا. بقول لك ايه، تيجي نكتب الكتاب بكره؟ خراشي، انا لسه ما جهزتش، وبعدين يعني انت لسه ما جبتش الشقه اللي كنت قلت لي عليها، ولا تحب نتجوز مع عمي؟ باشر، بعد ما نشرب الشاي ونحاسب هاخدك افرجك على الشقه. انت جبتها؟ وجهزتها وفرشتها كمان. بتتكلم بجد يا حاج؟ انت قصدك استعجلتي، انا كنت عاوز اعملها لك مفاجاه. اتفضلي، عقدها اهو وباسمك كمان. بحبك يا حاج، بموت فيك يا حاج. لازم الرب الروح شقتنا. ايه ده؟ انت هتفضل تكسبني كده على طول؟ ده ايه الحظ ده؟ حظ ايه يالا؟ كل يوم اكسبك وتقول لي حظ؟ دي حرفنه. وبعدين يلا قوم خد دش كده وروق عشان البك ماتش تاني قبل ما امشي. لا انا مش هلاعبك تاني النهارده، الحظ معاك. بعدين حاجه غريبه، انا عمري ما شفت كده واحد يبقى سعيد في الحب وسعيد في اللعب. انت بقى مين اللي قال لك ان انا سعيد في الحب؟ امال ايه؟ مغصوب على خطيبتك دي؟ لا مش مغصوب عليها ولا حاجه، بس زي ما تقول كده مشدود لها من غير تفكير. ايه ده؟ انا مش فاهم حاجه، ممكن توضح؟ اصل رشا خطيبتي دي بتفكرني بميادة. مين ميادة بقى؟ ميادة دي اجمل وارق انسانه قابلتها في حياتي. ضحكتها كانت بتنور لي دنيتي، وصوتها بالنسبه لي كان هو الدفء. يا سيدي على الحب الافلاطوني. كنا مع بعض في اعدادي، انا وهي كنا في فصل واحد، كنا بنقدم سوا الاذاعه المدرسيه كل يوم الصبح. العيال كلها كانت بتحسدني عليها، اصلها كانت حلوه بجد وكانت بتحبني قوي، لدرجه ان انا رحت لابويا اياميها وقلت له انا عايز اتجوزها. طب راحت فين دي؟ سافرت؟ لا اكيد اتجوزت وزمانها معاها قرطه عيال. برضه لا. امال راحت فين يا سعد؟ ماتت. لا اله الا الله. ماتت في حادثه عربيه هي وابوها وامها. انا بقى لما سمعت الخبر ده وقعت من طولي، وخدوني نقلوني على المستشفى. حادثه مؤلمه قوي يا سعد. سابت جوايا ذكرى صعبه قوي يا طارق، ومن ساعتها وانا مش عارف احب تاني. طيب و قعدت على الحال ده كتير؟ 13 سنه. 13 سنة وأنا رافض أدخل أي قصة حب، لغاية ما قابلتها تاني. قابلت مين يا ابني؟ هو في ميت بيرجع؟ قابلتها في رشا. أصل رشا دي شبهها أوي أوي. آه، يعني أنت عايز تقول لي إن أنت بتحب رشا عشان هي شبه ميادة؟ حاجة زي كده. أيوة بس أكيد يعني الطباع مختلف. ما هو ده اللي هيجنني بقى، ده اللي هيجنني يا طارق. بحاول اظبط في البيت رشا شويه حاجات مش عارف اظبطها خالص، اصلها عنيده بس طيبه قوي. انت عارف يا اخ سعد، مشكلتك دي حلها عند دكتور. دكتور؟ ايوه، دكتور امراض نفسيه وعصبيه، لانك خلاص يا سعد بقيت هبه هبه هبه. مش انا قلت لك مهما حكيت لك مش هتفهم حاجه؟ ما هو لازم نفسخ الخطوبه دي. اهدي بس يا حاجه، مش كده امهار. اهدى ازاي؟ اهدى ازاي بس وابني بيضيع قدام عينيا؟ بعد الشر على الوال، ابنك راجل وما تخافيش عليه. انت ليه مصر ان الخطوبه دي تستمر؟ مع ان الناس دول مستواهم غيرنا خالص. وبعدها لك يا حاجه، الله، كلنا اولاد تسعه. انا ما بتكلمش عن الفقر ولا حاجه يا اخويا، انا بتكلم على الناس دول لتربيتهم لبنتهم. البنت لسه صغيره. صغيره دي قرشانه. انت بتغير على ابنك منها ولا ايه؟ اغير ده ايه؟ هغير من بنت مفعوصه زي دي؟ انا انت قلت يا حاجه مفعوصه، يعني لسه صغيره. دي بنت مطيوره يا حاج، عمرها ما هتعقل ولا هتكبر كمان. واحنا مالنا؟ واحنا اللي هنتجوزها؟ المهم يكون ابنك بيحبها. يا خوفي يا خوفي تروح السكرة وتيجي الفكرة. قصدك يعني يكون ابنك ما بيحبهاش حب حقيقي؟ الحب الحقيقي بيبتدي من درجة الصفر، ومع العشرة بيوصل لدرجة الغليان. ابنك بقى ابتدى بالعكس خالص، وصل من درجة الغليان، وإن شاء الله مع العشرة هيوصل لدرجة الصفر. تكونيش يا حاجة عاوزة تجوزيه زي ما احنا اتجوزنا. يا ريت يا أخويا، على الأقل هيحكم صح بدل الحب ده اللي مغمى عينيه. يا حاجة ده زمن غير الزمن،
هم جيل واحنا جيل تاني خالص. والله العظيم ثلاثة، ما حد هيبوظ الواد ده غيرك انت. طب تعالي بس، طول عمرك عصبية ودماغك ناشفة. السلام عليكم. يا ماما في ايه؟ تعالى. انت مزعل امك ليه؟ والله العظيم ما زعلتها يا حاج، هي اللي حاطة رشا في دماغها مش عارف ليه. سيبك بقى من الكلام ده كله. اتفضل يا باشا. ايه ده؟ دول 120,000 جنيه مكسب بيع الاسهم. يا عيني عليك، ده انت واد دماغي صحيح. ما تيجي تشتغل معانا تمسك لنا حسابات الشغل. بعدين يا حاج، لما اشتغل الاول عند الغريب واتعلم واتمرمط، ولا انت عايزني اجي اتعلم فيك ولا ايه؟ والله يا اخويا اذا كان العالم بيكسب كده اهلا بيه. لا انا كده كده هجيلك، لان ده ملكي ولازم احافظ عليه، بس ساعتها بقى أكون اتودكت في الشغلانة وبقيت المعلم مش ابن المعلم. جدع ياض. والدول ايه دول يا حاج؟ دفعة من تحت حساب توضيب الشقة. ربنا يخليك لينا وما يحرمناش منك أبدا يا حاج. انت بالذات دولا على الكل ليك معزة خاصة، وما اقدرش ارفض لك أي طلب. عارف ليه؟ ليه بقى يا حاج؟ لأن وشك حلو، أول ما هليت على الدنيا الدنيا زهزقت معايا. أمال أنا سميتك سعد ليه؟ طب بقول لك إيه بقى يا حاج؟ في إيه؟ هو أنت فعلاً ناوي تعمل اللي أنت قلته لنا ده في المدبغة؟ آه، ليه؟ أصل أنا بصراحة يعني شايف إن أمي دي ست عظيمة جداً. آه، ما هو أصل أنت لسه صغير، مش هتقدر تفهمني دلوقتي، انما انت كل اللي يهمك ان انا وامك نفضل مع بعض والبيت ده ما يتخربش، صح ولا الغلطان؟ لا صح طبعا. خلاص ادي بطمنك اهو، كل حاجه هتفضل زي ما هي، مفيش حاجه هتغير خالص. اتفقنا؟ اتفقنا يا حاج. الف مبروك. مبروك ابو نعمه، مبروك يا عروسه، مبروك ابو نعمه، عقبالك يا رب. الله يبارك فيك. يلا تعالى مصوراتي، صورني. الله يبارك فيك. صور صوره مع بعض بقى، خمسه كده وراجع لك على طول. استناني بره هنا على السلم تحت. متشكرين. حالا هجيب لكم الشربات. معاكي الباسبور؟ معايا. ما انا كنت بشتغل في الكويت قبل كده سنتين. انما بتسال ليه؟ اصل حجزت تذكرتين بكره ورحنا قضينا 3 ايام عسل. فين؟ لبنان. بلد الانس والتوهان. انت احلى راجل في الدنيا، ربنا يخليك ليا يا رب. مش قدامي الواد لا يروح يقول لأمه. عيب يا حجوجة، لا أرى لا أسمع لا أعرف أين لبنان. ابن أبوك ياض. اجري اجري وديني وصلني. جهزت لك شنطتك يا حاج، تروح وترجع بألف سلامة يا رب. الله يسلمك يا حاجة. السفرية لا كانت على البال ولا على الخاطر، هعمل إيه؟ مضطر. أصل يا ست الموارد اللي بنستورد منه الكيماويات عنده مؤتمر هناك، فاتفقنا نتقابل في لبنان. يا زي ما تقولي بنقصر السكة عليا وعليه، ما بدل ما سافر له هولندا. تروح وترجع بألف سلامة يا رب. بس أنا مش عارفة مالي كده يا حاج، بقالي 3 أيام عيني بترف. بصراحة أنا خايفة على الواد اللي اسمه سعد ده قوي. يو يا حاجة، عينك بترف ليه بس؟ تلاقيكي ما غسلتيش وشك كويس. هترف على إيه؟ ده حتى الدنيا غنوة، نغمتها حلوة، إحنا اللي نطير. طب إيه رأيك بقى؟ أنت رايق على الآخر. عشان كده أنا عايزك أنت كمان تبقي رايق على الآخر يا حاجة. ما هي بصراحة ربنا أنا مش عاوز أسافر وسايبك متضايقة. ده انا قلبي داري يا حاج. ايه ده اللي انت بتعمله؟ هتحبي تنرم تنرم. احنا كبرنا بقى على الحاجات دي. خدش يا حاج. اضحكي يا حاج، اضحكي. طيب وريني الضحكه. ايوه كده. ايه اتجوز خلاص؟ قلت اجي اقول لك عشان تبقى عارف وما تتفاجئش. انت ايه يا اخي؟ كبرنا. راعي كلامك يا اشرف.
ده انا اخوك الكبير يا اخي. هو الكبير كبير بسنه ولا بتصرفاته وافعاله يا مختار؟ وانا عملت ايه غلط؟ ابوك كده كده كان هيتجوز وكان لازم اكون معاه، ولا عايز اسيبه لوحده زي اليتيم في وسط اهل عروسته؟ وكمان شهدت على العقد؟ طبعا. ولا اسيب حد غريب يشهد على عقد جواز ابويا وانا موجود؟ لا بتفهم في الاصول طبعا. بس نسيت بقى بينك بتجوز ابوك لضره امك، ما تمرش فيك تربيتها، بطنك ما وجعتكش بحق كل نقطه رضعتها منها؟ انت ايه يا اخي، ما عندكش دم؟ انت ليه محسسني اني قتلت قتيل؟ ده شرع ربنا يا ابني. افهم افهم، انا مفيش في ايدي حاجه اعملها، ده ابويا مش انا اللي ابوه، ولا عايز نخصبه؟ لا ما تخصبوش. وامك بقى هانت عليك؟ طبعا لا، ده انا كنت بتقطع علشانها. بس اعمل ايه، ما باليد حيله. خساره يا مختار، كنت فاكرك اجدع من كده. الظاهر انا غلطت اني قلت لك، وانت كمان ما كنتش عايز تقول لي. ما انت عايشت في دور الواعظ ومش عايز تفهم. افهم ايه بقى؟ انا عشت عمري بحاله معاك ما فهمتكش قد النهارده. فهمت ايه بقى يا ابو العريف؟ فهمت انك اناني وما بتفكرش الا في نفسك، وممكن تدوس على اي حد عشان مصلحتك. وانا ايه مصلحتي في جواز ابوك؟ انه يفضل راضي عنك، حتى لو قصاد ده انك تدوس على امك، واللي ملوش خير في امه ملوش خير في حد يا مختار. كلامك تقيل قوي، حسسني كاني شيطان. انت الشيطان يتعلم منك يا اخي. وانت بقى اللي ملاك؟ طب اديك عرفت. عملت ايه يعني؟ رفضت وما شاركتش في اللي حصل. بس سكت، والساكت عن الحق شيطان اخرس. خفت على امك لو سمعت خبر زي ده يجرى لها حاجه. يعني سكت يعني؟ ما تعيشليش بقى في الدور، كلنا زي بعض يا حبيبي. ماشي؟ لا ايه ده؟ عادي، ده انا كنت هقول لك كلمه. لا انت مالكش امان، وبعدين الشنب اللي بيشوت بكره تعودي عليه، ما تقلقيش. تعالي بس هقول لك كلمه. لا الله. مش هتقولي حاجه. الله الله. لا لا لا، في ايه؟ تعالى يا حاج، عايز اقول لك حاجه. نعم يا روح قلبي الحاج. ما تحلق. ومين اللي حلق؟ شنبك. انا يمكن تأكيد اتجننتي. ليه؟ ده حتى مكبرك، مع ان تصرفاتك بتقول انك اصغر من كده بكتير. هو فعلا كبرني قبل الاوان، خصوصا لما طلع فيه شعر ابيض. خلاص احلق. قلت لك لا يمكن. ليه يا حاج؟ انت اصلك مش فاهمه، شنب الراجل ده مش حته خط كده تحت المناخير عشان نظر المناخير، لا الشنب ده رمز الرجوله، وعار على الراجل انه يحلق شنبه. طب ما نصبغه. نصبغه؟ اه، نعمل اللي بيقولوا عليه هنا في لبنان اسمه ايه، نولوك. والله هي فكره حكايه النولوك دي. لا، وبيقولوا النولوك ده بيخليك انسان تاني خالص، بيرجعك جديد نوفي. يعني ايه؟ هيدخلني بطن امي تاني؟ طب جرب وانت تعرف. نجرب، بس افرضي ما عجبنيش النولوك ده. خلاص نرجعه النولوك تاني يعجبك. طب افرضي ما عجبنيش النولوك التاني برضه؟ يبقى هنرجعه زي ما كان، وامري لله. يا ساتر، هو انا شكلي وحش للدرجه دي؟ فشر، ده انت طعم ومسمس. بس انا اللي عايزك تسمسم شويه كمان. يا حبيبتي يا نور عيني، وحشتيني قوي. وحشتيني يا حبيبتي. وحشتيني قوي يا امي. وانت كمان يا حبيبتي، الحمد لله على السلامة. كده برضو يا رؤوف تاخد مننا نورة المده الطويله دي كلها؟ يا طنط دول 10 ايام. 10 ايام ده ايه؟ ده مروا عليا كانهم 10 سنين. انت ما تعرفش نورة غاليه عندي قد ايه، دي اخل عنقود. امال بابا فين؟ بابا يا حبيبتي سافر لبنان، عنده شغل هناك، وجاي ان شاء الله بعد يومين ان شاء الله. طب ومختار وسعد؟ مختار في المدبغه وصايا طول الليل زي عادته، وسعد طول النهار بره البيت ما بشوفوش الا على النوم، يعني تقريبا كده ما بشوفهمش هما الاثنين. ايه ده يا طنط؟ ده كده بقى يبقى فاكرينكم اوتيل. فعلا يا ابني عندك حق، فاكريننا اوتيل. اعذريهم يا ماما، مختار وبيساعد بابا في الشغل، وسعد عريسه بيجهز لشقته. طيب انا هوصل كده مشوار لحد الجامعه وابقى ارجع. لا ما ينفعش، لازم تتغدى معانا يا هنيه. معلش يا طنط مش هينفع، المشوار اللي عندي اصله اهم من ديك رومي بحاله. اصل رؤوف جاله اعاره في جامعه عمان. بجد الف مبروك يا حبيبي. الله يبارك فيك يا طنط. هلحق اروح انا بقى عشان ما اتاخرش، عن اذنكم. اتفضل، مع السلامه. طمنيني يا حبيبتي، جواز حلو؟ حلو قوي يا ماما. يا حبيبتي ربنا يديم عليكي السعاده يا رب. طيب انا هقوم بقى احضر لك الغدا، اكيد ميته من الجوع. قولي لي صحيح اشرف عامل ايه؟ انا كويس وكله تمام والحمد لله. الحمد لله على السلامه يا احلى عروسه في الدنيا. مش كنت تقولي ان انت جايه النهارده؟ كنا استنيناكي في المطار. يا سيدي ما حبيتش اتعبكم.
ازيك يا ماما؟ عامله ايه يا حبيبي؟ ازيك انت يا حبيبي؟ تمام سبحان تمام. الله كنا لسه في سيرتك انا ونورا. في الخير ولا بالشر؟ في الخير طبعا يا حبيبي. الحمد لله. وانت ما تستاهلش غير كل خير. تخيل يا نورا، هو الوحيد اللي كان بيسال عليا. ربنا يخليكي لينا يا امي وما يحرمناش منك ابدا. ويخليكوا ليا يا رب. طيب ارغي بقى مع اختك شويه وانا هحضر لكم الغدا عن اذنكم. اتفضلي. تعالى بقى، انت وحشني قوي. وانت كمان يا حبيبتي، انت عامله ايه؟ الحمد لله. انا لسه مقابل رؤوف بره. اه ما هو راح مشوار وجاي على طول. يرجع بالسلامه ان شاء الله. ايه يا اشرف، مالك فيك ايه؟ اصل عمر تعبان شويه يا نورا، بابا كمان تعبني قوي. الف سلامه على عمر. ومال بابا؟ هندخل بكره كده. مالك يا حاج بتجر في رجليك ليه مطيان؟ انا اصلي مكسوف قوي بمنظري ده. ده انا شفت نفسي في المرايه اتخضيت. شكلي غريب قوي وكل كوم الشرطي ده كوم تاني. ده انا ركبي بقالها 25 سنه ما حدش شافها الا خالتك ام مختار. بس بذمتك كده يعني ما صغرتش 30 سنه؟ بصراحة انا حاسس ان انا بقيت عيل صغير. ولسه شوية لعب على المكان ده يقوم الكرش ينزل خالص وتبقى رفع كده يا حاج. حاج ايه بقى؟ حاج ايه بالشورت ده؟ مش ماشية مع بعضها خالص. ده انا حاسس ان انا سخطت. طب يا اختي تعالي اما دلعك صغنوني. بقول لك ايه؟ ما تيجي نطلع الجناح بتاعنا ونجمع بعض براحتنا. يلا بينا. لا نلعب الاول وبعدين نطلع. تعال. أمر الله. هنا؟ هنا. حاضر. عادي ما فيش أسهل من كده. أنا حلف بالله. ماشي. حنان! نعمة؟ إيه الصدفة الحلوة ديت؟ وإيه الجمال دي؟ اتغيرتي خالص. إيه اتغيرت دي؟ عايزة تقولي إن أنا ما كنتش حلوة قبل كده ولا إيه؟ أنتِ طول عمرك جامدة يا جامدة. طب قوليلي إيه رأيك في النولوك؟ إيه؟ النولوك؟ آه حلو، لو اشتحنا قوي عليك. مش كده والنبي؟ وحشيني يا بنتي حنان، قوليلي أنتِ بتعملي إيه هنا؟ أنا في رحلة مع نديم جوزي. أنتِ اتجوزتي؟ وأنا كمان. الحاج عبد الستار ليه؟ جوز. ألف مبروك يا حبيبتي. حصل إمتى ده؟ ده لسه طازة، أنا هنا في شهر العسل. بقول لك ايه؟ ما تجيبي جوزك وتعالي نتعرف على بعض. لا مش هينفع بقى، انتوا في شهر العسل وبعدين مش عايزين ازعاج. ازعاج ايه؟ بقول لك وحشاني، والنبي اللي تجيبيه وتعالي. تعالي تعالي. يا حاج. ما انا على البسكليت اهي. ما انا عارفه. تصدق ان انا قابلت واحده صاحبتي وجوزها؟ فين دي؟ اهو. مساء الخير. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. نديم سليم مضيف جوي. عبد الستار لي الرجل العباد. اهلا وسهلا. اهلا بيك. يعني يا بنت ما قلتليش ان انت متجوزه. ما انت لو كنت بتسالي كنت عرفتي ان انا اتجوزت. طب قوليلي انت لسه في الكويت؟ لا انا سبت الكويت من زمان، انا دلوقتي بشتغل مع نادين في شركه الطيران. وده يا بنت عرفتي توقعيه منين ده؟ لا دي كده عايزه قعده. تعالي بقى احكي لك. يا نهار اسود، بابا اتجوز؟ انا زيك ما كنتش مصدق كده لحد ما عرفت انه كتب كتاب وخد عروسته وطلع على لبنان وكمان بيقضي شهر عسل. طب وماما موقفها ايه دلوقتي؟ نورا ماما ما تعرفش حاجة خالص، اوعي تغلطي وتقولي قدامها أي حاجة، احنا مش ناقصين مصايب أكتر من كده. يعني إيه؟ هنفضل مخبيين عليها لحد إمتى؟ بابا هو اللي قال إنه هيقول لها في الوقت المناسب. أخصى عليك يا بابا. أخصى عليك يا بابا بقى كده تعمل كده. يا نورة أمال مش كده، ما تحنيش هندم إن أنا قلت لك، أنت بتعيطي على إيه؟ مالك يا نورة؟ مالك يا حبيبتي بتعيطي ليه؟ ده أنا سامعاكي من جوه، في إيه؟ لا أبداً يا ماما، أصل أنا قلت لها على موضوع عمر فاتضايقت شوية. شفتي؟ شفت يا نورة اللي حصل لنا يا بنتي؟ اه يا ماما شفت شفت. صعبان عليا الواد ده قوي يا حبه عين. طمني يا ماما، الدكتور طمني وان شاء الله يبقى كويس. بستورد من كل حته. انا اصلا عندي بطاقه استيراديه بستورد بيها كيماويات للمبلغه بتاعتي. باين عليك بزنس مان كبير يا حاج. تجاره شطاره في المكسب مش في الخساره. لا لا لا، خساره ايه؟ ربنا ما يجيب خساره. انا بقى يا حاج عشان كده بلعب في المضمون. هو انت تاجر ولا مضيف؟ وهي الضيافه ايه؟ ما هي تجاره برضه. تاجر شنطه يعني. عليك نور. بتتاجر في ايه بقى ان شاء الله؟ في كل ما خف حمله وغلى ثمنه. فهمتك. مجوهرات بقى والمظات واللازم منه. مجوهرات يا حاج. وهي الحاجات دي ليها سوق عندنا برضه. امال بتتاجر في ايه بالظبط؟ في الادويه المستورده. الادويه اللي بتتباع في السوق المصري باسعار خياليه.
والسوق محتاج وعطشان يا حبيبي. قصدك المتهربه؟ مادام بتفيد الناس يبقى خلاص. كل ما زادت الكميه كل ما زاد المكسب. عندك مثلا اخر صفقه انا عملتها كان الدواء بتاع الانفلونزا الخنازير. الصفقه دي كلفتني 50,000 جنيه. في 4 ايام يا حاج بعتها ب 200,000 جنيه. يا ما شاء الله يا ما شاء الله، مكسب 300% في ظرف 4 ايام. اه يا حاج مفيش وقت، احنا في عصر السرعه. بقول لك يا حاج ما تجرب وتخش معايا في صفقه من دول. هو بصراحه المكسب مغري مغري قوي، بس برضه انا يهمني افهم التفاصيل الاول. خلاص اول ما ننزل مصر نقعد قاعد على رواقه كده، احكي لك كل حاجه من طقطق لسلام عليكم. يبقى اتفقنا، وهي فرصه الواحد يسال في توصيل دواء للمرضى، دواء شافي بدل الادويه عديمه المفعول اللي عندنا. اه كله بثوابه. تعدي في حته انا قلبي بيتكسر، ميت حته افضل في مكاني لستة الصبح بفكر فيك انا. يا سموحه مالك يا حبيبتي؟ مفيش، متضايقه شويه. ليه؟ في حد زعلك؟ انا زعلانه من نفسي. زعلانه من نفسك ليه؟ ليه يا حبيبتي يا ست البنات؟ عشان ما حملتش وما جبتلكش العيل. عيل ايه اللي عايزه تجيبيه؟ ابننا، ولا انت ليك راي تاني؟ لا يا حبيبتي طبعا طبعا ابننا، بس انت مش شايفه ان الكلام ده سابق لاوانه؟ سابق لاوانه ازاي؟ ده احنا بقالنا 6 شهور متجوزين. اديكي قلتي بقالنا 6 شهور متجوزين. اقعدي يا روح قلبي، يعني عرسان طازج لسه في الاول، لسه بدري. طب والبدري ده لحد امتى؟ ما تحسبيهاش، هي لحظات الحب الحلوه بتتعدي بالساعات. يا بنت تعالي هنا. ايه دول يا حاج؟ 10 وصولات امانه، كل وصل ب 10,000 جنيه. يعني باختصار ال 100,000 اللي هتاخدهم مني. انت بتخوني يا حاج؟ واخون ابويا كمان. التجاره ما فيهاش الا حقي وحقك بالورق او القلم. امضي. عندك حق. ما انت معذور مش متخيل المكسب. انا اصلي ما اعرفش اتخيل، ما احبش اتخيل. انا احب امسك الفلوس بايدي اشم ريحتها. هيحصل هيحصل يا حاج، اطمن. سلام. انا بقى الف سلام. اهلا 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 بعروستنا. الحمد لله على السلامه يا حبيبتي. دي بنتي العروسة، لسه راجعة من شهر العسل، الأستاذ نديم. أهلا وسهلا، ألف مبروك. الله يبارك فيك. طيب تأمرنيش بحاجة يا حاج؟ شكرا يا أستاذ نديم، بالسلامة. السلام عليكم. طيب يا بنتي تعالي بقى اقعدي قدامي واحكي لي، تعالي. هدى أنت وحشاني قوي 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 قوي. احكي لي بقى عملتي إيه في ماليزيا؟ احكي لي أنت يا بابا عملت إيه في لبنان؟ يا ترى كان شهر عسل حلو ولا وحش؟ أنت عرفتي؟ يعني الكلام ده طلع صح؟ أيوه صح. ده شرع ربنا. انا يا بنتي ما عملتش حاجه غلط عشان اخبيها. وايه اللي انت لابسه ده؟ ها؟ وايه الصبغه دي يا بابا؟ لا دي مش صبغه، دي حنه صلنا على النبي عليه الصلاه والسلام. انت هتجادلي في دي كمان؟ وماما يا بابا؟ واسلم حل لماما انها تفضل كده ما تعرفش حاجه، لانها لو عرفت محدش عارف ايه اللي ممكن يحصل لها. يعني عايزها تفضل عايشه مخدوعه فيك؟ بنت احفظي ادبك، راعي ان انت بتتكلمي مع ابوكي. يا بابا حضرتك حرام عليكم بقى، حرام عليكم. انا عشت عمري كله كاتم في قلبي علشانكم، دلوقتي انتوا مستكترين تكتبوا في قلوبكم شويه عشان خاطري وخاطر امكم. يا ريتني كنت مت قبل ما اشوف اليوم ده. الشر عليكي. الله، خدي يا حبيبتي. نورا نورا اسمعي، نورا خد بنت بنت. بكره تهدى وتحكم عقلها. يا حبيبي يا عمر وحشتني قوي قوي قوي، اخباره ايه؟ والله مش ولا بد يا طنط. مش عارف يا ماما، على طول نفسه ضيق واقل مجهود بيتعبه. يا حبيبي يا ابني ربنا يشفيه ويعافيه ان شاء الله. يا رب. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عمر اخبارك ايه يا حبيبي؟ كويسه جدا الحمد لله. ربنا يا ابني يطمنا عليك دايما. اشرب. هاي يا بابا. تعالى انا عايزك. حاضر.
احكي لي بقى، ايه بقى اللعب اللي عندك؟ خد يا عشو. ايه دول يا بابا؟ شهريتك اللي بديها لك كل شهر. لا حك، متشكر، كله تمام الحمد لله. عيب عيب لما اقول لك خد الفلوس تاخدها، مش معنى انك مش موافقني على حاجة انا عملتها تقوم تخاصمني، ده حتى يبقى حرام. انت مش بتصلي ولا ايه؟ حضرتك ابويا برضو وانا ما ينفعش اخاصمك، بس ده ما يمنعش ان انا ممكن ازعل منك. على فكرة يا اشرف، البيت ده لو اتخرب هيبقى انت السبب. انا؟ ايوه انت. الست الغلبانة اللي بره دي لو لاحظت عليك حاجة هتشك، ولو شكت هتعرف. هتعرف؟ ما هو حضرتك برضو ما ينفعش تتجوز من غير ما تقول لها. حقها. وعلى فكرة أنا ممكن أخرج دلوقتي أقول لها، أنا مش خايف منها. أمال عملت كده ليه يا بابا؟ عشان خايف عليها، افهم. خايف عليها. قلبها ضعيف، ما يستحملش خبر زي ده. الصدمة هتبقى جامدة عليها قوي. عشان بتحبك. ما أنا كمان بحبها. والله بحبها. بس انا بقى راجل وليا حقوق، وامك مش قادره تديني الحقوق دي. يعني هفهمك ازاي؟ ما انا مهما قلت مش هتفهم. يا رشا، انا اللي بقول لك مالكيش دعوه بيها خالص. ايوه اعملي كده. انا خلاص بقيت متاكد ان انتوا مش هتنفعوا مع بعض. ده انتوا عاملين زي النار والبنزين. عشان كده اسلم حل، شيل ده من ده، ارتاح ده عندك. انا مش زعلان يا رشا، بس صدقيني هو ده الحل الوحيد اللي هيرضي كل الاطراف.